أول شيء منصلي كلنا سوا لحتى نبارك اللي منسميه مثل حجر، وضع حجر الأساس لهالكنيسة هالكاتدرائية الكبيرة الجديدة إذا الله راد على اسم مار الياس. نشترك بالصلاة كلنا مع بعضنا حتى الرب يقوينا أنه نمشي بهالتمشو، نمشي كلنا سوا بهالكنيسة الجديدة، والرب يبارك أعمالنا كلنا سوا. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت به موت ووهب الحياة للذين في القبور. كريستوس إلهنا.
يا من على اسم الآب والابن والروح القدس. آمين. احنا هلا بنحط الرخامة لبلاطة التذكارية يا أحبة، ومن ثم بنزرع الصليب أيضا وبنغرسه في هذا المكان اللي هو بده يكون المكان للهيكل للمائدة المقدسة بحسب مخططات الكنيسة. حاجة ولا شو؟ لازم نطلعين نكون كمان معمرجي هاي للنفوس وال. أصحاب السيادة احملوا معي. الصليب. بدنا نحط الصليب، بدنا شوية بيتون كمان. في بيتون كمان؟ في بيتون كمان؟ لا ما بحاجة. ما في، معلش، بنحط الصليب وبعدين أنتم بتظبطوا. بس شو سامي الكاميرا؟ وين ما فيك وين تعمل وايضا نطلب من اجل ابينا وبطريركنا يوحنا وكل اخ لنا في المسيح. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وايضا نطلب من اجل ان يتعطف الرب على هذا المكان المعد لتشييد كنيسه فيه لمجد اسمه الكل قدسه، ويباركه ببركته السماويه. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. ايضا نطلب من اجل ان يبارك الرب الياس الحي بابو ظبي بدوله الامارات، وبالطبع هذا يعبر عن الكثير من الامور، واولى هذه الامور هو هذا يعبر عن كثير من الأمور، وأول أمر بالطبع هو المحبة والتسامح، التسامح بكل أشكاله، التسامح الديني، حرية العبادة، حرية الرأي، احترام الآخر، قبول الآخر، العيش المشترك. ولهذا نحن نعتز ونفتخر أننا نضع حجر أساس لكنيسة، لكاتدرائية بالحرم، لكنيسة عظيمة في أبو ظبي. وهون من المفيد يمكن ألا ننسى أن الكنيسة بالنتيجة هي ليست البيتون والحجر، الكنيسة هي أنتو يا أحبة، هي الشعب الطيب، الشعب الطيب المؤمن اللي حامل بقلبه هالإيمان وهالأصالة وهالقيم اللي تعلمناها من ربنا، واللي تعلمناها من إنجيلنا، واللي تعلمناها من كتبنا المقدسة، واللي بتجعلنا أن نكون أشخاصا دوما يبنون، يبنون إله السلام وإله المحبة. كلنا بنعرف عندما ولد السيد المسيح البشارة التي أتتنا من السماء، المجد لله في العلا. ومين منا ما بيقول هذا الكلام؟ مسلمين ومسيحيين كلنا منقول هذا الكلام، منقول المجد الإكرام السجود لله في العلا، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. إن شاء الله بقلوبكم جميعا وقلوب العالم كله يكون في الهناء والسلام، والحجر الأساس هذا يكون حجر أساس لها المحبة ولها السلام. الله يقويكم، البناء ما في أحلى منه، وإن شاء الله دوما منبني، وإن شاء الله بأقرب وقت وبأقرب فرصة. لحظة شوي، لحظة شوي،
لحظة شوي إذا بتريدوا، وإن شاء الله بأقرب وقت مثل ما هلأ نحن موجودين بهاليوم التاريخي إنه وضعنا حجر أساس لكنيسة لكاتدرائية كبيرة في أبو ظبي، منكون بيناتكم لحتى نفتتحها ولحتى ندشنها. أهمية بناء هذا الصرح مثل ما حضرتك قلت، صرح المحبة، في تقريب المسافة، في تقريب حوار الحضارات، تحديدا الحوار الإسلامي المسيحي. بالطبع بكلمة كتير بسيطة ومختصرة وواضحة، نحن دوما منقول هاي الحقيقة أنه نحن مسيحيين ومسلمين في هذه البلاد عائلة روحية واحدة، كلنا نؤمن الإيمان الواحد، وربنا جل جلاله بيجمعنا على المحبة وعلى السلام وعلى فعل كل ما هو من أجل خير كل إنسان. يحكى اليوم بظل اللي عم بيصير بالعالم العربي عن أنه دور المسيحية قل، في خوف، في مثل أيام وقت صلبوا المسيح صاروا المسيحية مخبيين، هيدا الشيء اليوم يطحد هذا الشيء، قديش أهميته؟ طبعا هذا يضحط الشيء، هذا أنا هيك حكايات بنسمعها وبنستغرب وقت الناس بتحكيها. نحن المسيحيين نعتز ونفخر أننا عايشين مع أختنا المسلمين، وبيحكونا وقت بيحكونا عن أوضاعنا نحن كمسيحيين، نحن منقول لهم نحن نقوى بإخوتنا المسلمين وأخوتنا المسلمين يقون أيضا فينا، ونحن نعتز بهالعيش المشترك اللي بيجمعنا مع بعضنا البعض. ونحن في كل هذه الديار كما في بلادنا في سوريا وفي لبنان وكل هذيك المناطق، مثل ما الجراثيم موجودة إلى جانب المأذنة، نحن نفخر أنه بأبو ظبي اليوم عم نوضع حجر أساس لكنيسة جديدة تشهد لهالانفتاح ولهالمحبة، وهي رسالة لكل العالم بيقولوا تعال وانظر، هذا نحن، هاي هي الإمارات، هاي هي أبو ظبي، هذا هو شعبنا، هاي احترام حرية الإنسان وحقوق الإنسان والتعبير عن حرية العبادة وعن كل ما يتعلق معك بكرامة الإنسان. سؤال أخير، حضرتك حكيت عن أهمية الشهادة، ونحن منعرف اليوم أنه في مطرانين ومطران أرثوذكسي بعد ما عنا أنباء إيجابية عنهم، هل هالشي وارد ينحكى في اليوم؟ شو الأخبار؟ شكرا لسؤالك الكريم. بالطبع نحن هذا يؤسفنا ويؤلمنا جدا، خاصة بهالأوقات وبهالأيام اللي كلنا بنحكي عن حرية كل إنسان وكرامته واحترام حقوق الإنسان وإلى ما هنالك، فالتعدي على كرامة أي إنسان نحن بالنسبة لنا غير مقبولة، كم بالحرية على رجال دين مسلمين أو مسيحيين. وبالطبع حادثة اختطاف المطرانين أخوينا الكريمين يوحنا وبولس، مطراني حلب، اللي صارت أكثر من سنة دون أي معلومات واضحة عن وضعهم أو عن الظروف اللي هن موجودين فيها، هذا يؤلمنا، وعلها من أبو ظبي تكون اليوم مناسبة حتى نطلق هالصرخة من جديد لكل المنظمات الدولية، لكل المجتمع الدولي، لكل الحكومات، لكل أهل الخير، أن نرى نتيجة مرجوة اللي منرجيها لهذا الملف، ونشوف أخوينا بين عيالهم في كنيستون في حلب، لهذا بيكون أيضا دلالة وشهادة على كرامة كل إنسان. شكرا كثير سيدنا.